ده محل جميل جدا، زهور وبذور، حاجات عجيبة يعني. حاجات غالية هنا في البلد دي، في حاجات غالية لدرجة عجيبة جدا، لكن محل لطيف جدا، محل لطيف خالص، أنواع وأشكال من هذه الزهور الجعيصة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الركن ده جميل كيف، منتهى الجمال والبهجة والحياه اللطيفة جدا. الحاجات دي كلها حاجات أورجانيكس مستخرجينها من الزهور، وداخلة في علاج وحاجات، محل لطيف يعني، أفتكر بكل المقاييس محل لطيف جدا. الإضاءة في السقف جميلة، ليس بالإمكان أجمل مما كان، منتهى الجمال والبهجة. السحالي يا أخي، السحالي فكر محل لطيف خالص خالص. طوالي قصاده المحل بتاع بكرين، بكري بالانجليزي، وبكرين الاي ان دي للتعريف، يعني مخبز. تشوف الزهور تقوم تجوع، تخش الفرن بجاي تجيب الكيكات والحاجات اللطيفه والجميله، وهكذا دواليبك. ايوه الدواء ده من الصيدلية، أدعو لي يقولوا ربنا يشفي ويرفع البلاء. يلا مع السلامة.